جمعية زوبال ومساعدة الأطفال. احتفال خاص من أطفال مصر لتيتا وجدو. وكان الإسكتش ليه أكتر من هدف، اللي بيورينا الفرق بين الأجيال في الحوار والفكر بين الأجداد والأحفاد. أهم علاقة بالحياة مع يسوع. أنا كل أيام الأسبوع بصلي لكن مع الله. هل الوشم أمر مفيد؟ ما فكر عن تاتو، بس بحب الشكل مثلا إنه هيك. هل في كذبة بيضة وكذبة خضرة؟ الكذب خطير، ما لازم حدا يكذب. وأكيد ما بننسى صوركم وتقاريركم مصورة يلي أرسلتوها لقلنا. السلام النيوز. مرحبا لكل مشاهدي السنابل نيوز يلي عم بتشاهدونا من خلال الساتلايت ومن خلال الانترنت بجميع أنحاء العالم. السنابل نيوز برنامج الأخبار يلي من خلاله بتتعرفوا على مواضيع متعددة، بتتعرفوا كمان على أخبار سات 7 كيدز، وبيطلعكن على أمور عديدة بتفيدكن بحياتكن اليومية. أكيد ما بننسى تقاريركن المصورة يلي صورتوها بكاميراتكن المنزلية، وأكيد صوركن يلي أرسلتوها بالبريد العادي أو الإلكتروني. ونحن منشجعكن حتى تطلبوا من أهلكن يصوروكن ويرسلوا الفيلم عبر الإنترنت أو البريد على عناوين البرنامج الجديد asnews@set7.com، وأكيد ما تنسوا تزوروا صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب. هاي ليا، كيفك اليوم؟ منيحة، أنت كيف؟ ماشي الحال. ليا، شو عنا بالخبر الأول؟ الخبر الأول بيقول إنه الأطفال مش متروكين، إنما في كتير جمعيات الله وضعها حتى تهتم فيهم. ومن أهم هيدا الجمعيات هي جمعية سيزوبال يلي بتهتم بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كيف الأطفال عم بمضوا وقتهم؟ تقريري بالإضواء. معكم سيمون من السنابل نيوز. بكل عائلة أو بكل بيت ممكن ينوجد شخص أنديكاب. من هو الأنديكاب وكيف فينا نتعامل معه؟ كل فرد بعيش على سطح الكرة الأرضية له وجوده وكيانه، وبساهم بدوره بمختلف الوظائف الاجتماعية والعملية، وبتتواجد بكل مجتمع من المجتمعات فئة خاصة بتتطلب تكيف خاص مع البيئة يلي بيعيشوا فيها نتيجة لوضعهم الصحي اللي فيه خلل. الأنديكاب أو المعوق هو الشخص يلي بتنقصه مهارات لاستخدام كل ما منحه إياه الله من إمكانيات بالشكل الطبيعي والسليم. شو النشاطات يلي بيقوموا فيها؟ شو الفرق بينهم بين الإنسان العادي؟ كيف بمضوا أوقات فراغهم؟ مين بيهتم فيهم؟ مشوا معي لحتى نتعرف على جمعية سيزوبال يلي بتهتم بالأنديكاب. رسالة سيزوبال شاملة، بتطال الطفل، العيلة والمجتمع. الطفل نحن بنآمن أنه كل ولد هو متميز بحد ذاته، كرمال هيك بيستفيد من برنامج ملائم خاص فيه، بيرد على حاجاته وبينمي طاقاته. من خلال برنامج سنابل نيوز أنا بدي أدعي كل الأطفال اللي عندهم إخوة مصابين بإعاقة بالبيت يتصرفوا معهم بشكل كتير عادي، يتعرفوا عليهم عن قرب، يحبون، ينبسطوا معهم، يلعبوا معهم، لأنه نحنا كلنا مختلفين بالحياة. حتى أنا مختلفة عن غيري بالشكل، بالطبع، بالأخلاق، بس هالشي ما بيمنع أنه غيري يحبني، لأنه الاختلاف ما لازم يولد خلاف، بالعكس لازم نقبل الآخر مثل ما هو، لأنه جوهرنا كلنا أنه نحنا إنسان وقيمتنا هي بأننا ابن الله. بتعرفوا يا أصحابي أنه أجمل العقود والأساور وحتى بعض السواني والفنجين يلي بتستعملوها بالبيت هي من صنع الأنديكاب؟ يا أصحابي، الأنديكاب صحيح أنه بيعاني من إعاقة، لكن هذا الشيء ما منعه من الأيام بعدة نشاطات. كمان هالأشخاص عندهم محبة كتير قوية للآخرين. إن شاء الله يا أصحابي تكونوا استفدتوا من هالريبورتاج وعرفتوا إذا عندكم هيك حالة بالبيت أو بعائلتكم تعرفوا كيف ممكن تتعاملوا معهم. كان معكم سيمون من السنابل نيوز.
السنابل نيوز، احنا منحبكم واحنا محتاجين لكم. هيدا هو شعار الاحتفال يلي اقيم بجمهورية مصر العربية لتكريم تيتا وجدو. وانتو كمان اصدقائنا مش محتاجين لاحتفال حتى تكرمون، خلوا كل واحد منا بالبيت يعطي التقدير لتيتا وجدو لانه هن كتير غاليين. ريبورتاج خاص من جمهورية مصر العربية بيلقى الضوء. هاي، ازيكم يا اصحابي، انا ترنيم من سنابل نيوز مصر. احنا النهارده جايين نشارك اطفال مدارس احد بعيد تيتا وجدو اللي بيحتفل بيه العالم كله في اول اكتوبر من كل سنه. تيجوا تشوفوا هيحصل ايه النهارده. احنا بنحبكم ومحتاجين لكم، ده شعار اليوم النهارده. وبدات الحفله بكلمه ترحيب من الاب هديه. بنحتفل النهارده بيوم المسنين العالمي، ودي تكون بداية طيبة ان احنا بنعمل يوم بمناسبة يوم المسنين. نتمنى ان الستات يعملوا لنا في يوم المرأة العالمي احتفالية للسيدات بشكل مختلف. عيد تيتا وجدو بيبقى يوم ايه؟ بيبقى يوم 1 اكتوبر. وقدم كل فصل من مدارس الاحد ترنيمة خاصة بيه. مسرحية لازم نقرب، دي مسرحية مخصوصة ليوم تيتا وجدو، وكان الاسكتش ليه أكتر من هدف اللي بيورينا الفرق بين الأجيال في الحوار والفكر بين الأجداد والأحفاد. أنا لازم أكلمها لأن هي بتحبني وأكيد هتفيدني برأيها وبخبرتها. أنا بحبها وعايزة أتكلم معاها. أنا لازم أقبلها. أنا لازم أتعلم طريقة حياتها علشان أعرف أتفاهم معاها. ورغم الاختلافات اللي بينهم إلا إنهم محتاجين لبعض وبيكملوا بعض زي ما بيقول شعارنا اليوم، إحنا بنحبكم ومحتاجين لكم. وكان في شعر جميل جدا مليان بالمشاعر الحلوة اللي قدمته تيتا بعنوان رسالة إلى حفيدي، وهو عبارة عن وصية بتقول لأحفادها زي ما احتملتكم وانتم صغيرين لازم تحتملوني وأنا كبيرة في السن. حبناكم في طفولتكم، ارعونا في شيخوختنا، احتملنا شقاوتكم، احتملونا في مرضنا، صلينا ودعونا كثيرا من أجلكم فلا تنسونا في صلاتكم. وسألنا كمان طانت ميري اللي مسؤولة عن اليوم ده ازاي جت لها الفكرة دي. فكرة اليوم بتاع تيتا وجدو اكتشفتها وانا بعمل بحث عن خدمة المسنين عشان بدرس في المشورة. اكتشفت انه في من سنة 2005 في حاجة اسمها اليوم العالمي للمسنين، وده تبع لجمعية في اسمها الجمعية العامة للشيخوخة في مدريد في اسبانيا. الجمعية دي تبع الامم المتحدة وهم منزلين قانون كبير قوي لرعاية الشيخوخة. فقررت في البحث في التوصيات كتبت انه هحاول في الوقت دوت ان احنا ننشر الوعي بالثقافة بخدمة كبار السن. اهتمام الكنيسة ان يعني ما نسيتش الكبير في السن. اكتر حاجة عجبتني ان الاحفاد يفتكروا التيتات. انا بحب اسأل على تيتا وساعات هي بتطلع لي، بس انا الاكتر بنزل لها. عندي احفاد كتير الحمد لله، عندي 9 احفاد. أنا وتيتا بنحب نلعب كوتشينة. ممكن أنا وتيتا نروح مع بعض مشاوير. أنا وتيتا بنلعب مع بعض خلاويز. يوم جميل مليان بالمشاعر الحقيقية، وشفنا قد إيه إن إحنا بنحب تيتا وجدو وكمان بنحتاج لهم. وكانت معكم ترنيم وهيب من سنابل نيوز مصر. باي. سنابل نيوز، متابعين معكم بنشرتنا. كتير بحياتنا منتعرف على ناس وبتصير العلاقة مع البعض منهم مهمة وبتدوم لوقت طويل، وفي علاقات منا ما بتدوم بحياتنا. لكن أهم علاقة ممكن نعملها بحياتنا هي مع الرب يسوع، لأنه هو الصديق الأقرب من الخي، هو يلي بيرشدنا على الطريق الصحيح. كيف وليش؟ تقرير بالإدو. معكم سيمو من السنابل نيوز. من المعروف أنه منخصص يوم واحد بالأسبوع لحتى نروح فيه على الكنيسة، وبهيدا الوقت منصلي فيه ومنسبح فيه الرب. ولكن شو ممكن نعمل بالأيام المتبقية بالأسبوع لحتى نكون مع الرب؟ أنا كل أيام الأسبوع بصلي،
لأكون مع الله. بروح على الكنيسة وبالليل قبل ما نام بقرأ الإنجيل. بقرأ الإنجيل وبروح على الكنيسة وبنان نصلي بالبيت. منصلي دايمان. منصلي ما منخطي. بصلي كل يوم عشية. بصلي له كل يوم. بروح على الكنيسة مش بس يوم الأحد. بروح غير أيام. بروح كل أحد على الكنيسة. بصلي كل يوم بقرأ الإنجيل. بروح كل يوم على الكنيسة. مع الله وقت روح على الكنيسة وقت أصلي وقت آمين وما كذب وما أحكي الشهر بريطاني. عطول الله بيكون موجود بحياتي. بصلي من عشية الإنجيل. وقت أعمل منيح مع العالم وقت ما كذب. يعتبر يوم الأحد هو اليوم يلي بيجتمع فيه كل أفراد العائلة، إذ بيبدو صعباً إنه تجتمع مع بعضها ببقية أيام الأسبوع. بيعطينا يوم الأحد الفرصة لحتى نحيا مع بعضنا البعض بفرح، ما أجمل أنه ينطلق كل أفراد العائلة معاً إلى الكنيسة للمشاركة بالتسبيح والعبادة. لكن فينا نكون مع الرب خلال الأسبوع كمان عم نتعلم كلمته. في كتير أمور فينا نعملها لحتى نتعلم كلمة الله ونكون قريبين منه خلال الأسبوع. فينا نخصص كل يوم لو لخمس دقايق تنقرأ بالكتاب المقدس ونتعرف أكثر على محبة الرب يسوع. كتير منا عم بيقضي أوقات كتير على الإنترنت، يمكن هيدا الأمور مش كتير مفيدة. فينا نزور مواقع إلكترونية بتخبر عن محبة الرب، وأكيد فيكن تزوروا موقع 67 Kids الجديد www.67kids.com. فينا نحن وقاعدين بغرفتنا نتسمع على ترانيم روحية بتساعدنا نسبح الرب ونعظم اسمه، وكمان إذا معكن MP3 بلاير ما تنسوا تحطوا عليها ترانيم روحية، وهيك منكون عم نسبح الرب خلال الأسبوع. مهم في حال قعدنا على شاشة التلفزيون إنه نشاهد برامج روحية مثل 67 Kids يلي من خلال برامجها المتعددة فينا نتسلى ونتعلم كلمة الله. مثل ما قال النبي داود، أما أنا فصلات، يعني تكون حياتنا صلات بتمجد الله من خلال تعلمنا كلمته طيلة أيام الأسبوع. كان معكم سيمو من السنابل نيوز. السنابل نيوز. منشوف كتير ناس حاطين أوشام على أجسادهم، وأيام بيكون شكل الأوشام غريب، وفي البعض حاطين أوشام عليها صور مخيفة. ليش الناس بحطوا أوشام؟ وهل هيدا الأمر مفيد بالحياة؟ تقرير بالأدو. معكم سيمون من السنابل نيوز. الوشم أو ما يعرف بالتاتو صار ظاهرة منتشرة بمجتمعنا. شو هو الوشم؟ شو هي مخاطره؟ وشو انعكاساته على حياتنا؟ الوشم بيبقى أثره مدى الحياة وما فينا نمحي. هو عملية بتحتاج للغرز لإنزال الدم من خلال اعتماد الإبر لإدخال الحبر تحت الجلد لكتابة رموز وكلمات أو رسوم إلى دلالة خاصة بصحابها، وانتشرت بين الشباب بشكل لافت وصارت تتطور مع الموضة والأزياء. لأشخاص يلي بحطوا وشم، هيدا دليل على عدم وجود ثقافة دينية واضحة عندهم وعدم شعورهم بقيمة الحياة. على الإنسان وخصوصاً المؤمن الحقيقي ما يتأثر بعادات المجتمع وتقاليد البعيدة عن الإيمان، فأي تشويه للجسد مرفوض من الرب، لأنه نحن هياكل للروح القدس وخلقنا الرب على صورته ومثاله، وعلينا أن نمجده بأجسادنا وأرواحنا وبكل شيء بنعمله من حيث المظهر والملبس والجسد والتصرف. فاللي بيفسد جسد الرب بيفسد الرب. ولنتعلم من الرسول بولس اللي قال: فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. لا ما فيني حط تاتو بس سير كبير، لا ما بحب التاتو بيوجع وما بدي هيك ما حلو. لا أنا ما بدي أعمل تاتو وقت سير كبير. أنا لا ما بفكر أعمل تاتو، بس بحب الشكل مثلا أنه هيك أنه سلبي فرج العالم أنه عندي تاتو، بس بحس أنه بيعطي مرض أو شيء، بيعطي فيروس على الإيد وهيك. ربنا خلعنا ببشرتنا لوحدها، و شيء مش منيح هو للبشرة، يعني إذا زهقنا منه ما فينا نشيله. أكيد لا ما بحب ما بحط تاتو لأنه بيعمل أمراض خطيرة. لا ما بحط تاتو لأنه بيأذي كتير وبيعطي أمراض ومش حلو كمان. أنا ما بحط تاتو لأنه كمان بيعمل أمراض وبصير عنده التهابات الجسم، وإذا كان عنده حدا تاتو بنصحه أنه إذا في بحالة واحدة بحط تاتو بعرفه بنصحه أنه ما يحط لأنه بصير عنده أمراض. لا ما بحط تاتو على الجسم، بس إذا صرت كبير ما بحط تاتو لأنه إذا حطيت تاتو بيصير معي التهابات بجسمي، وإذا شفت رفيقي حاطي التاتو بتضحك عليه لأنه عم بيعمل إشياء هبل وزعرني. لا ما بنحط تاتو لشو نشوي حالنا،
ومش حلو. بتعرفوا يا أصحابي إنه تاتو غير إنه بيشوه لنا جسمنا ممكن يشكل خطر على حياتنا؟ أثبتت الدراسات إنه للوشم عواقب صحية وخيمة على الجسم، فهو بيعرض دم الإنسان للتلوث عن سطب الجلد، وبيصبح عرضة لفيروسات خطيرة كالإصابات البكتيرية وفيروس التهاب الكبد، وبيسبب أمراض جلدية كالزهرة وسرطان الجلد والصدفية والحساسية والندبات والتقرحات. فيا أصحابي، عدا عن إنه هو تشويه للجسم، التاتو ممكن يشكل خطر على حياتنا. يا أصحابي، جسدنا منه لوحة إعلانية، جسدنا هو هيكل للروح القدس، فمشان هيك ما تتركوا الموضة تتحكم فيكن. كان معكم سيمون من السنابل نيوز. السنابل نيوز. كذبة بيضة، كذبة خضراء، كذبة سوداء، كذبة صغيرة، كذبة كبيرة، أنواع عديدة للكذب، إنما العنوان واحد، الكذب كذب. ليش الناس بأيامنا الحالية بتلون الكذب؟ وليش صرنا منتخبى ورا الغلطة يلي منعملها وراء هيدي الشعارات؟ تقرير بيلقى الضوء. كذبة بيضة، كذبة حمراء، أو لا كذبة صفرة، أو الكون الكذب له ألوان؟ ده الكون في شي كذبة قوس أزح فيها كل الألوان؟ معكم سيمون من السنابل نيوز. خلونا نقوم بتحقيق اللازم ونكشف أسرار الألوان بقلب الكذبة. الكذبة البيضة بتقطع، الكذبة السوداء يعني حبل الكذب قصير مثل ما بيقولوا. الكذب حتى تظبط حالك أوقات. الكذب خطير، ما لازم حدا يكذب. لا، في بيضة وفي سوداء. بيضة وفي بيضة كذبة يعني صغيرة، السوداء بتكبر الأشياء. ما في كذبة حمراء. وقت نكون عم نمزح مع حدا كذب عليه وقت نمزح معه. الكذب خطير وما لازم نكذبها، بس أوقات بنجبر. ما في كذبة بيضة. كذبة بيضة شر. كذبة ما إلى ألوان. لأنه الكذبة شو ما هي كذبة؟ الكذبة هي خطية. لا، الكذب ما إلى ألوان. الوصية التاسعة بالكتاب المقدس هي لا تشهد بالزور، أو بمعنى آخر لا تكذب. والكذب هو تجنب قول الحقيقة وأول شيء ما صار، ونقل واقع غير صحيح أو المبالغة بالكلام. بيعتبر البعض أنه الكذب عند الأطفال هو أمر عادي، ويعرف بالكذب البيضة لأنه ما بتأذي الآخرين. لكن كلنا بنعرف انه اذا تعودنا على امر معين نحن وصغار ممكن يرفقنا نحن وكبار كمان. ومن اهم الامور والعادات الحلوه يلي لازم نعملها وهي انه نحكي الحقيقه لو شو ما صار، وهيك اهلنا بينبسطوا منا. الرب يسوع علمنا دائما انه نقول الحق، لانه الحق هو دائما يلي بيغلب. فما نخاف نعترف بالغلط، لانه اهلنا بيسامحونا اذا قلنا الحقيقه وبيزعلوا منا لما نكذب. اول كذبه كانت بالكتاب المقدس هي لما حواء كذبت على الله وقالت له مش أنا يلي عطيت آدم الثمرة إنما الحية. ومنشوف قايين لما قتل خيه هابيل نكر قدام الرب إنه هو القاتل. ومنشوف كمان بالكتاب المقدس حنانيا وسفيرة يلي كذبوا على القديس بطرس لما خبوا ثمن الحقل وقالوا إن القديس بطرس إنه أنتو ما كذبتوا على الناس إنما على الله. مهما اختلفت الألوان الكذبة بتبقى الكذبة، والرب يسوع لما قالنا لا تكذب ما حدد لون للكذبة. فخلونا دائما نقول الحقيقه وما نصدق انه للكذبه في الوان. كان معكم سيمون من السنابل نيوز. السنابل نيوز. برنامج السنابل نيوز فاتح المجال لكل المشاهدين انه يصوروا تقاريرهم بكاميراتهم المنزليه الخاصه فيهم ويرسلوها لنا، ونحن نتكفل بعرضها ببرنامجنا. فيكن تقولوا للماما او للبابا يصوروكن انتو عم بتمارسوا اي هوايه. اذا كان عندكن اي خبر بتحبوا تخبرونا اياه، قصة خاصة فيكن، أو أي موضوع بيخطر على بالكن، فيكن تصوروا بالهاتف وترسلوه بالإيميل أو عبر اليوتيوب. وإذا محتاجين أي مساعدة ما تترددوا تتصلوا فينا، نحن منقلكن شو هي الطريقة. أما التقرير اللي وصل لنا اليوم خلونا نشوفه سوا. بونسوار، أنا سارة نصر من السنابل نيوز، واليوم أنا لأنه كتير بحب أطبخ رح أعلمكم كيف نعمل جاتو. لنعمل الجاتو نحن بحاجة لخمس بيضات أكيد مكسورين، بحاجة لكبيتين طحين، كباية ونص سكر، كباية زيت، 3 ملاعق كاكاو، ونص فنجان ويسكي، وملعقة صغيرة فانيلا. صديقتنا سارة هوايتها حلوة ومميزة. هلأ المكونات الباقية رح نزيدهم تدريجياً، هي والماشين ماشي. صديقتنا سارة عندها هواية إنه تعمل جاتو كتير طيب، وهالهواية حلوة كتير ومميزة. سارة
عندها شيء كتير مهم بتحب تخبرنا إياه. المرحلة لازم نحط فيها الشوكولا اللي حضرناه بقلب الجار أو بقلب الصينية، وأنا استعنت بماما حتى هي تحطهم فيها لأنه هيدي الشغلة صعبة عليكم. أنتوا كمان قولوا لأهلكم حتى يساعدوكم فيها. الكاتو اللي عملته أنا شايفين شو طيبين؟ أنا عزمت أصحابي اليوم حتى يجوا يأكلوا معي، بس قبل أنا رح زعبي لودوقه. كان معكم سالم من السنابل نيوز. السنابل نيوز، برنامج السنابل نيوز ما بينسى سؤالكم، رسوماتكم، رسائلكم وإيميلاتكم، والصورة يلي وصلت لنا لليوم هي من جيسون حوا من لبنان. مرسي جيسون على هالصورة الحلوة. فيلم جديد منشوفه على اليوتيوب. If you're gonna wipe that smile off your face, a lemon makes a great eraser. كيف الأطفال عم بمضوا وقتهم تقرير؟ الله. قول تاتا. شو هيدا؟ سليلار. احتكر سليلار. وهيك مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أنا وليها منودعكن، على أمل نشوفكن بحلقة جديدة. ما تنسوا ترسلوا لنا صوركن ورسائلكن، تقاريركن ورسوماتكن. ما تنسوا كمان تزوروا صفحتنا على الفيسبوك AS News. باي.